برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة، حلقة أول الأسبوع. عايزة أبارك لكل الأهلاوية ألف مبروك على فوز الأهلي على أنبي امبارح. الحقيقة ماتش مهم، ثلاث نقط مهمة، متصدرين الدوري بفرق كبير قوي. عايزة أقول مبروك فعلا لكل الأهلاوية، لأنه ماتش امبارح طمنا بشكل كبير قوي على الفريق. ما حسيناش ان احنا بعاد قوي، بقالنا 3-4 شهور ما بنلعبش كوره، ده ما حسيناش بيه. اكيد مع الوقت هيكون في تطور في الاداء، بس اللي شفناه امبارح الحقيقه قدام فريق زي انبي، فريق بيعتمد على التكتل الدفاعي، شفنا حاجه مشرفه، اداء رجولي من اللعيبه. كمان اطمنا على لعيبه كتير، يعني اعتقد مساء الخير عليك يا احمد. اكيد يا صاحبي. نكمل كلام. يعني حاسه ان احنا اطمنا يا احمد على لعيبه كتير، يعني حمدي فتحي ورجوعه بعد غياب من الاصابه، او كمان اصابه فيروس اصابته فيروس كورونا بعد كده، كل ده الحقيقه طمنا بشكل كبير قوي، وهيبقى اضافه كبيره للفريق الفتره اللي جايه. لما يبقى محمد هاني هو اللاعب رقم 14 اللي يجيب جون للاهلي الموسم ده، يبقى انا عندي تنوع هجومي يطمني. لما يبقى دي المباراه رقم 14 اللي ما يدخلش فيا جون، يبقى انا لازم اطمن على الدفاع. بس اكيد زي ما قلنا مع الوقت هيبقى في تطور في الاداء، محتاجين اكتر من كده عشان دوري ابطال افريقيا كمان. يعني تسيبي السادسه بقى وتروحي تشتغلي في استوديو التحليلي. خلاص نشتغل مع بعض في الاستوديو التحليلي. اهلا بيك يا ساره، واهلا بكل مشاهدي السادسه. حلقه بدايه الاسبوع زي ما قالت ساره، وبتيجي بعد اقل من 24 ساعه من ماتش انتظرناه طويلا. الحقيقه كوره وحشتنا والاهلي وحشنا، وزي ما قالت ساره الحقيقه كان في كتير من النقط الايجابيه في ماتش امبارح. اهمها انا بيتهيالي من وجهه نظري هي فكره الحاجز النفسي. يعني لما تبقي بقالك 17 مباراه بدون هزيمه، عامله سكور وفارق نقط مطمئن الى حد كبير جدا، وتيجي تقفي لفتره 4 شهور بالتاكيد بتاثر. يعني حتى لو نسبيا من الناحيه البدنيه والفنيه ما اثرتش بشكل كبير، ولينا واقفه عايزين نتكلم فيها بالتفصيل على مستوى النادي الاهلي امبارح، يهمنا دايما نبقى مطمنين على فرقتنا. وانا هتكلم مع حضراتكم لانه انا مدرك ان كل عشاق النادي الاهلي امبارح كانوا بيتفرجوا على الماتش يا ساره، وعينيهم على مشوار الاهلي في افريقيا، وبيقيسوا وبيقيموا اداء اللاعبين استعدادا لمباراه الوداد. في ناس كتير جدا مطمنه الى حد كبير، والفرق النهارده بنتكلم على 18 نقطه، مطمئن الى حد كبير جدا على بطوله الدوري. لكن الهم الاكبر النهارده عند جماهير وعشاق النادي بطوله افريقيا، والحقيقه في علامات استفهام محتاجه اجابات. صحيح احنا بقالنا بعيد عن الماتشات الرسميه، خدوا بال حضراتكم برضو الرسمي قصه تانية خالص غير الودي. امبارح بنلعب فريق تقيل الحقيقه، انبي لعب ماتش كويس جدا، ما كانش بعيد الحقيقه طول المباراه، كان في توفيق كبير جدا حلف النادي الاهلي في الهدفين اللي هم دخلوا امبارح، هنتكلم بالتفصيل. لكن زي ما قلت لحضراتكم، اول حاجه الاهلي امبارح كسر الحاجز النفسي، 18 مباراه بدون خساره، ده رقم قياسي. بنتكلم على كلين شيت 14 مباراه، رقم قياسي. بنتكلم كمان على عوده حمدي فتحي، واعتقد ده واحد من اهم مكاسب المباراه بالامس، والى حد كبير راجل مش بعيد رغم اصابته في الركبه وبعد كده فيروس كورونا زي ما كنت بتتكلمي يا ساره، لكن الحقيقه الراجل حتى من بعد ما نزل نحس انه الاهلي بقى في شكل تاني. على كل الاحوال هنتكلم في كل التفاصيل النهارده، هنوقف الحقيقه لانه الوقفه قبل ماتش الوداد. احنا عندنا 4 مباريات في الدوري هيلعبهم الاهلي خلال الفتره اللي جايه قبل ما يلعب ماتش الوداد، وبالتاكيد الجهاز الفني جزء طبعا في اعتباره الثلاثه بوينت او الثلاثه بونت في كل مباراه، لكن في اعتباره كمان انه يجهز الفرقه قبل نهائي، وان شاء الله باذن الله من بعده نهائي افريقيا. فعشان كده هنتكلم مع حضراتكم على مدار الحلقه بالتفصيل على تقييم اداء الفريق في مباراه امس امام انبي. بس نبدا مع حضراتكم حلقتنا باهم العناوين. الاهلي يستأنف تدريبات بدون راحه استعدادا لمواجهه الانتاج. محاضره فنيه للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي. جلسه بين فايلر وعبد الحفيظ وجلسه خاصه مع الشناوي. ياسر ابراهيم بيبدا برنامجه التاهيلي بتدريبات في ملعب التتش. اصابات كورونا شرط اتحاد الكره لتاجيل اي مباراه بالدوري. ليفاندوفسكي افضل لاعب في اسبوع دوري ابطال اوروبا. مره ثانيه اهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه. الحقيقه يمكن سواء مباراه الاهلي امبارح او حتى الماتشات بتاعه تشامبيونز ليج اللي اتلعبت يوم الجمعه والسبت، احنا مفتقدين جدا الجمهور، مفتقدين جدا ان المدرجات تبقى مليانه، وده بالتاكيد ما حدش يقدر يعني ينكر ده ليه تاثير كبير جدا على مستوى اللعيبه وعلى مستوى الماتشات. نتمنى ان شاء الله تعدي بقى ازمه كورونا دي وترجع الجماهير مره ثانيه لمكانها الطبيعي، والثالثه شمال
بتهز جبال الحقيقه. يمكن وانا بتكلم على جمهور الاهلي احنا دايما في السادسه بنحاول ننقل لحضراتكم سواء من خلال صفحتنا على الفيسبوك او من خلال حتى البرنامج بنحاول دايما نتكلم بلسان حال الجمهور، وفي وقت من الاوقات ممكن ننتقد بس ما بنهاجمش. الهجوم في حد ذاته مش هدف بالنسبه لنا. امبارح بعد الجون بتاع محمد هاني والدنيا كانت معصلجه شويه مع الاهلي الحقيقه طول الماتش، بعد الجون بتاع محمد هاني على الرغم من ان هو فك طلاسم امبي وحط الاهلي في اريحيه نفسيه على الاقل، الولد ما كانش مبسوط، يعني ما تحسيش انه فرحان قوي بجون في التوقيت ده في اول ماتش رسمي للنادي الاهلي. وده يمكن يكون لانه هاني كان في ضغط عليه شديد جدا يا ساره في الفتره الاخيره خصوصا على السوشيال ميديا. هاني في المكان ده اعتقد هو الاختيار نمره واحد لمستر فايلر، خصوصا طبعا بعد ما كابتن احمد فتحي خلاص مضى مع بيراميدز. وبيتهيالي لو تفتكري في اول حلقه يا ساره كنا بنتكلم على انه جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر فرقته خصوصا في وقت الصعب ووقت المحنه. انا بتوقع انه الفتره اللي جايه هاني بالذات من اللعيبه اللي محتاجه دعم كبير جدا من الجمهور. الولد عنده كوره حلوه جدا وبقاله كتير مع الفريق الاول من النادي الاهلي، عنده خبره مقارنه بسنه يعني اعتقد عنده خبره كويسه جدا، ومن الوارد جدا انه يبقى في يعني مش في مستوى في ماتشات معينه. لكن فكره الهجوم على طول الوقت دي اعتقد انها مش في مصلحه هاني ومش في مصلحه الفريق. نروح لتمرين النهارده، والنهارده طبعا الاهلي بدون راحه طبعا مع بدايه الماتشات، عندنا ماتش مهم جدا مع الانتاج يوم الجمعه. النهارده الفرقه اتمرنت بعد ما فازت امبارح على ام بي 2-0، ودي طبعا كانت مباراه مؤجله من الاسبوع ال 15 في الدوري. فعلا يا احمد فايلر فضل ان هو ما يديش اللاعبين اي راحه، وده عشان طبعا يعني الوقت خلاص ضيق، ماتش الانتاج الحربي يوم الجمعه اللي جايه كمان هتكون طبعا من الاسبوع 19. كمان فايلر عقد محاضره فنيه للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اللي اقيم طبعا على ملعب التتش، وحرص خلال حديثه مع اللاعبين ان هو يوضح النقط السلبيه والايجابيه اللي حصلت في مباراه ام بي. كمان الحقيقه ريني فايلر كان ليه جلسه النهارده، جلسه طويله الحقيقه جمعته بكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، ناقشوا فيها طبعا بعض الامور الاداريه اللي بتخص الفريق واللعيبه في الفتره اللي جايه. كمان يانكو ميشيل مدرب حراس المرمى قاد مران يعني صعب جدا لثنائي حراسه المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير. لطفي وشوبير طبعا ادوا عديد من التدريبات الفنيه والبدنيه الشاقه تحت قيادة ميشيل على هامش طبعا المران الجماعي النهاردة، بس الشناوي اكتفى بأداء البرنامج الاستشفائي مع مجموعة اللاعبين اللي شاركوا قدام ام بي. في جلسة كمان خاصة جمعت ما بين فايلر وبين الشناوي، الحقيقة يمكن الشناوي لم يختبر في مباراة أمس، لكن واضح أنه الراجل شغال بشكل كويس جدا، والحقيقة يمكن كان الجلسة دي مهمة أو كابتن كوتش ريني فايلر كان بيركز فيها على بعض التعليمات الفنية بعد المستوى طبعا الكويس اللي ظهر بيه الشناوي امبارح في ماتش ام بي. كمان يا احمد ياسر ابراهيم مدافع الفريق بدا تدريبات الجري حول الملعب في مرحله بقى جديده ضمن البرنامج التاهيل اللي بيخضع له اللاعب للتعافي من الاصابه اللي تعرض ليها مؤخرا في كاحل القدم. نتمنى طبعا الشفاء العاجل لكل مصابي النادي الاهلي والكابتن ياسر ابراهيم. والحقيقه احنا عندنا امبارح خدوا بال حضراتكم تقريبا يعني من غير ما نعد في فرقه كامله كانت غايبه عن ماتش امبارح، يعني دفاعا وهجوما، ان بالرغم من الغيابات الكتيره دي الا انه شفنا الفريق باداء كويس جدا. وعجبني قوي رد فايلر في المؤتمر الصحفي، خليها كويس بس بلاش جدا دي، يعني جدا يعني نسبه لان احنا بقالنا فتره بعيد، ده اول مباراه رسميه بعد فتره كبيره قوي. الاهلي معاكي مستني اكتر طبعا، احنا متفقين سكور كويس، بدايه كويسه جدا ايجابيه جدا، في كتير من المكاسب اتحققت في ماتش امبارح، لكن لازم نقف على الحاجات اللي محتاجة تتطور في الفترة اللي جاية، لأنه احنا عندنا مشوار صعب، يعني مشوار بطولة أفريقيا وده الهدف الرئيسي للنادي الأهلي. بس أنا ما حسيتش إن احنا بقالنا فترة بعيد عن الملعب، ده اللي خلاني أقول إنه الأداء مرضي بشكل كبير. بس طبعا ده مستني أحسن. هقول لك حاجة سارة، امبارح الأجوان اللي جت جونين اللي جم فيهم نسبة توفيق كبيرة جدا، أولا في غلطة دفاعية أدت لأنه هما خطأين، هما جونين من خطأين، هاني يجيب الجون الأول لانه باك الامبي كان مغطي التسلل، والجون الثاني بتاع معلول وده تخصص ماركه مسجله لعلي معلول، يعني علي اعتقد جاب جونين
قبل كده بنفس الطريقه دي، الفاول اللي بيتلعب بشكل عرضيه هي كره صعبه جدا على اي حارس مرمى ودخلت، ودي كان فيها توفيق كبير جدا. هنا السؤال، وده اللي هتكلم مع حضراتكم فيه بالتفصيل، على فكره خط هجوم الاهلي، على الفرص اللي قدر يخلقها النادي الاهلي في مباراه امس، على راس الحربه اللي بقى علامه استفهام كبيره جدا ويكاد يكون صداع مزمن في راس اداره النادي الاهلي والمدير الفني للنادي الاهلي وبالتاكيد كمان جمهور النادي الاهلي. خلينا نطمن بس الاول، هنتكلم مع حضراتكم نطمن على تمرينه النهارده. ومعانا مين؟ معانا مراسل كريم احمد. كريم احمد معانا طبعا، هو حضر كريم حضر النهارده التمرين الصباحي للنادي الاهلي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك كل الحالك زميل العزيز. اهلا اهلا بيك اهلا بيك. كلمنا كده، يعني كان في اصرار طبعا انه ما يبقاش في راحه بعد ماتش امبي بتاع امبارح، وكان في اصرار من ريني فايلر ان هو النهارده الصبح يكون في تمرينه للفريق. كلمنا كده على اهم او الخطوط العريضه في تمرينه النهارده. بالتاكيد طبعا، يعني نظرا ان خلاص يعني كل المباريات كلها في تلاحم كبير جدا، مباريات يعني قريب 14 17 22 مباراه الزمالك، فاكيد طبعا الفتره صعبه جدا ودقيق على فريق النادي الاهلي. فبالتاكيد كان قرار مهم من مستر ريني فايلر ان ما يكونش فيه راحه، لكن على قد ما كانش فيه راحه الا كان التدريب النهارده جزء كبير جدا منه ريكفري طبعا لكل اللعيبه اللي شاركت في مباراه امس، والمجموعه طبعا اللي ما شاركتش كانت جرعه تدريبيه قويه جدا، يعني كان فيها بعض التدريبات الكره واختتامها مستر ريني فايلر كالعاده بتقسيمه قويه جدا في منتصف الملعب، اوقف المران اكثر من مره، شرح بعض السلبيات والايجابيات اللي ظهرت فيها الماتش الماضي، بعض الماتش الامس عفوا، بعض تمركزات المدافعين والمهاجمين كانت كلها امور نظريه طبعا، لكن كل اللعيبه الحمد لله يعني طمنا عليها، كنا بنتمنى ونأكد كل مره ان في اي اصابات اي اجراءات بعد كل مباراه طمنا الحمد لله كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه طلعت سليمه من اي حاجه، والنهارده كمان طبيب النادي الاهلي طمنا على حاله التدريب كمان تؤكد خلاص، يعني احنا نقدر نقول في مرحله اخيره، يعني الناس قالت هياخد اسبوعين او اكثر من اسبوعين، لكن الناس خلاص دخلت المرحله الاخيره لجري حوالين الملعب وبعض الجلسات، امور كثيره جدا ان شاء الله واحد من الركائز الاساسيه سواء النادي الاهلي او منتخب مصر، محتاجين كل اللعيبه الفتره اللي جايه، يعني رغم من التدريبات الكبيره جدا الفتره اللي فاتت اللي دخلنا بيها المباراه، لكن الحمد لله شفنا النادي الاهلي ما يتاثرش باي غيابات، كل اللعيبه عارفه قيمه سير النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، كان واضح امبارح ان في رغبه كبيره جدا اللعيبه ان المباراه لابد ان يكون في ثلاث نقاط، ان الانطلاقه تكون مهمه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، فورمه المباراه تسجيل، لكن الثقه والحماس والكفاءه الكبيره جدا اللي مع لعيبه النادي الاهلي امس دي ثقه ان شاء الله. طيب كريم، كريم اسمح لي بس سريعا اعرف منك، ياسر النهارده كان في تمرين خفيف في ملعب التتش ياسر ابراهيم؟ بالتاكيد يعني اقدر اقول لك يوميا ياسر بيأدي برنامج التدريب الموضوع سواء في الجيم او بعض طبعا على الانفل، والنقطه الثالثه اقدر اقول لك في المرحله الاخيره ان هو قدر ان هو يجري النهارده مع طبعا طارق عبد العزيز في الطائل، التأهيل مرحله زي ما بقول لك اخيره ومرحله مهمه للتأهيل ياسر، لكن هو عنده استعداد كبير جدا وعنده حماس ان هو يرجع من جديد، اتاكدنا وقلنا احمد الشيخ متواجد في قائمه امس وعنده 10% الم، ايمن اشرف كان عنده كدمه وكان عنده 10% الم، لكن زي ما بقول لك لعيبه النادي الاهلي عارفه القيمه وعارفه الاهميه وعارفه ان المرحله اللي جايه محتاجه تكاتف ومحتاجه انقاذ كبير جدا، وده اللي بنراهن عليه اكيد مع كل لعيبه النادي الاهلي. بشكرك بشكرك يا كريم، زميلي كريم احمد كل الشكر ليك. دي كانت تغطيه سريعه لاهم اخبار تمرين النادي الاهلي النهارده الصبح. الحقيقة في خبر تاني النهاردة مهم ومفرح لكل الأهلاوية اللي بيتمنوا دايما يشوفوا ناديهم في منطقة تانية في أحسن حال. النادي الأهلي النهاردة أعلن التعاقد رسميا مع التشيكي ميشيل بروكيتش عشان يعمل كمدير فني لقطاع الناشئين في كل المراحل السنية، خطوة كبيرة للنهوض بفرق القطاع فنيا وبدنيا وتنمية المواهب وطبعا الكشف عن قدرتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول. الخبير التشيكي ده وصل فجر يوم الأحد للقاهرة، استقبله كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وأمير توفيق وكابتن سمير عدلي مدير العلاقات العامة. بروكيتش وقع على عقد لمدة سنتين. إيه السي في بتاع بروكيتش ده؟ معاه رخصة اسمها يويفا برو، ودي أعلى الشهادات التدريبية اللي بيمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين، واللي طبعا بتحلهم الفرصة أنهم يتولوا أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا. كمان معاه رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي اسمها يويفا تشيلدرن اي تيم. بروكيتش كمان كان يعني المدير الفني لقطاع الناشئين في فريق سلافيا براغ
وطبعا ده من اكبر الفرق في جمهوريه التشيك، وطلع نجوم كبيره دعم بها منتخب التشيك واكبر النوادي في اوروبا. الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع بروكيتش النهارده في حضور لجنه التخطيط للكره وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره لمناقشه استراتيجيه العمل والاتفاق على كل الامور الخاصه بخريطه تطوير القطاع ومناقشه طبعا احتياجاته على كافه المستويات. طبعا بنتمنى التوفيق ليه في المهمه، مهمه مش سهله، وبنتمنى طبعا التوفيق ليه. وفي النهاية نتمنى أنه يصب ده في مصلحة الفريق الأول. طبعا الفريق الأول، وأعتقد أن الأهلي عنده مواهب، لكن لازم حضراتكم تبقوا فاهمين برضو أنه الفرق دايما اللي بتلعب على بطولات ما بيبقى عندهاش رفاهية أنها تستنى على حتى لو بيبقوا نجوم في فرق تحت السن، فرق ناشئين يعني مختلفة، لكن ما بيبقى عندهاش قوي القدرة أنها تصبر على النجم ده لغايه لما بيقولوا كده زي ما بيقولوا بلغه الكره لغايه لما يستوي. عشان كده تلاقي من الاهلي نجوم كتير جدا في فرق بيطلعوا على سبيل الاعاره او حتى في اوقات بيمشوا يعني مجال النادي الاهلي، لكن لما بيتالقوا مره ثانيه بيرجعوا للفريق الاول. وشفنا اكتر من نموذج الحقيقه. نروح للجنه الطبيه باتحاد الكره برئاسه دكتور محمد سلطان اللي حددت شروط او شرط بالتحديد، شرط معين هو انه لو اي فريق ظهر فيه 10 حالات على الاقل، يعني 10 حالات اصابه بفيروس كورونا داخل اللاعبين في فرق طبعا الدوري الممتاز، هيتم تاجيل مباراتهم، وبشرط انه تكون نتيجه المسحه معتمده من اتحاد الكره، وانه اللعيبه تكون من اللعيبه المقيده بصفوف الفريق. وده طبعا يعني بعد ما عرفنا بقرار تاجيل ماتش المصري وحرس الحدود اللي كان مكرر ليها اليوم بعد ما ظهرت 12 حاله بين لاعبي المصري، بالاضافه طبعا لكابتن طارق العشري المدير الفني وبعض افراد الجهاز الفني والاداري. اللجنه الخماسيه طلبت من كل الفرق او يعني طلبت الفرق انها يكون في حرص على اتباع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، وانه ما يكونش في اي تهاون في تطبيقها حفاظا طبعا على سلامه اللاعبين واعضاء الاجهزه الفنيه والمعاونه، وايضا عشان يتم الحفاظ على مصلحه جميع الفرق المشاركه وعلى انتظام مسابقه الدوري. احنا بنتكلم على 72 ساعه، الاهلي كان المصري كان بيلعب فرقه الزمالك وما كانش فيه اي اصابات. في خلال 72 ساعه لما نتكلم على 16 فرد في فرقه المصري، 12 لعيب واربعه جهاز فني، في مشكله حصلت يعني على المصري اولا قبل ما نتكلم على فكره تاجيل ماتشات او مش تأجيل ماتشات ونخش في دايلمة اللجنة الخماسية والكلام ده كله. على المصري انه يراجع اوراقه، وازاي في فترة بسيطة كده قدر الفيروس ومع تمنياتنا طبعا بالشفاء العاجل لكل المصابين نطمئن على سلامة الجميع اولا قبل ما نتكلم على رياضة وعلى منافسة وعلى ماتشات وعلى نقط وعلى تأجيل. لكن في علامة استفهام على مسؤولي النادي المصري قبل اي حد ان هو يجاوب عليها. الحقيقة بنتمنى فعلا الشفاء لكل المصابين، وفعلا ده أهم مليون مرة، صحة اللعيبة المدربين صحة أي حد أهم مليون مرة من الكورة. نروح دلوقتي أحمد لكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اللي أكد أن عودة المباريات واستئناف الدوري أمر طبعا إيجابي مهم بالنسبة للمنتخب في إطار تحضيرات اللاعبين وتجهيزهم طبعا للفترة اللي جاية. كابتن حسام البدري كان عمل اجتماع اليوم بمقر اتحاد الكرة مع أعضاء جهازه الفني، الكابتن محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر. بدري قال أنه ناقش مع الجهاز كل الترتيبات المرحله اللي جايه والخاصه بمتابعه طبعا بعض اللاعبين ومراجعه حالات الاصابات وعوده المصابين بعد اخر معسكر للمنتخب. قال كمان انه تمت متابعه ورصد بعض الاسماء الموجوده على رادار المنتخب لوضعها تحت مراقبه الجهاز الفني للتعرف على مدى تطور مستواهم واستعدادهم للفورمه المطلوبه قبل طبعا ما النشاط كان يقف بسبب فيروس كورونا، وده انتظارا لتحديد الفيفا والكاف لمباريات تصفيات كاس افريقيا وتصفيات كاس العالم. عبء كبير على اداره طبعاً. المنتخب طبعاً. كل المنتخبات الحقيقه فتره التوقف دي بتاثر بشكل كبير جدا على اختياراتهم وعلى جاهزيه اللعيبه لعيبه المنتخبات بشكل عام، وطبعا احنا اللي يهمنا منتخب مصر بشكل خاص. يعني كان الله في عون كابتن حسام جاهز يبقى المنتخب هيبقى ان شاء الله باذن الله. دايما نتمنى طبعا كل في النهايه كل البطولات المحليه وكل المنافسات اللي بين الانديه المصريه هدفها في الاول والاخير هو ان يبقى عندنا منتخب قادر على تمثيل مصر ومنافسه في كل البطولات الكبيره، وده الهدف الاول والاخير من الرياضه. خليني اروح مع حضراتكم للجوله الاخيره من الشامبيونز ليج، الحقيقه هنتكلم فيها على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن. الحقيقه واحد
يعني عايز أقول مش عايز ابقى متحيز ليه قوي، لكن هو اعتقد واحد من افضل رؤوس الحربة في العالم في الفترة الحالية، وفي حالة توهج وتألق شديدة جدا مع البايرن، ساهم بشكل كبير جدا سواء من خلال إحرازه لعدد من الأهداف أو الأسيست أو يعني صناعة التمريرات الحاسمة زي ما بيقولوها، قدر إن هو يعدي مع البايرن على تشيلسي رايح جاي زي ما بيقولوا بنتيجة كبيرة جدا 7-1. والحقيقة هو حصل على جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم بعد ما ساهم بشكل كبير جدا تألقه في انه البايرن يتأهل على حساب تشيلسي. ده يمكن يكون مربط الفرس للكلام عن نموذج راس الحربة. انا بكلم حضراتكم على ليفاندوفسكي وغيره، يعني لما اتكلم على راس حربة بتكلم على نمرة 9، ده بتكلم على لعيب زي إديسون كافاني، لعيب زي ابراهيموفيتش، لعيب زي اجويرو، لعيب زي سواريز، نموذج لراس الحربة اللي جوه الصندوق. وده اللي جمهور الاهلي الحقيقة نفسه يشوفه بقاله فترة، يعني مع كل الاحترام والتقدير عارفين كويس جدا انه الاهلي عنده لعيبة ليها امكانيات عظيمة جدا، لكن لغاية اللحظة لو سألت الجمهور في الشارع ما يقدرش اقولك انه في حد في اتفاق عليه. مروان بيروح وريجي، بادجي لسه ما قدمش اوراق اعتماده. مش هطول على حضراتكم، هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل على مشوار الاهلي فيما هو قادم، عينينا دايما على اللي جاي. خلينا بس نروح انا وسارة الفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدي السادسة. امبارح اول امبارح وقبل اليوم اللي قبله يوم الجمعة والسبت الحقيقة كنا مستنيين برضو بعد طول انتظار ماتشات دوري ابطال اوروبا، والحقيقة يمكن على الرغم انه قبل التوقف على طول كان مؤلم بالنسبة لنا انه حمل اللقب الريدز بالمو يخرج على ايد اتلتيكو مدريد، لكن الحقيقة عندنا فرق كبيرة جدا بتشارك في 16، والحقيقة اعتقد انه اغلب المحبين وعشاق الكورة تابعوا الحقيقة ماتشات الستاشر في جمعة والسبت. هنعمل تغطية سريعة جدا مع حضراتكم لأهم الماتشات، ونلقي نظرة كمان على ماتشات دور الثمانية. عندنا نهائي مبكر بيجمع ما بين بايرن ميونشن وبرشلونة، عندنا طبعا أداء أكتر من مميز للمان سيتي قدر يتخطى الريال ذهاب وعودة بنتيجة 2-1، عندنا مفاجآت البطولة لغاية النهاردة، لايبزيج الألماني، أتلانتا الإيطالي، أولمبيك ليوني اللي قدر أنه هو يطلع اليوفي في مفاجأة بتالي من مفاجآت دور الستاشر. معنا الصحفي الإنجليزي كريس فلانيجن، صحفي بمجلة 442 أو 442، هيكون معنا من خلال مقابلة عبر تطبيق زوم. مستر كريس أهلا بيك في قناة النادي الأهلي وفي السادسة. نعم أسمعك. أبتدي معك بمباراة الفرق الإنجليزية، على الرغم من أداء قوي جدا للمان سيتي ضد ريال مدريد قدر أنه يتخطى الريال على أرضه 2-1، وقدر أنه يكرر فوزه مرة تانية على ملعبه، وقدر أنه يتأهل لدور الثمانية. رغم كده ورغم الأداء القوي ده كان خروج الحقيقة كتير من جماهير تشيلسي يعني شافوه خروج صعب ومغزي على إيد البايرن. تقييمك لأداء الفرق الإنجليزية في الجولة الأخيرة؟ نعم، لقد أصيبت جماهير تشيلسي بالإحباط بسبب خسارتهم في فبراير، وقد أصبحوا خارج المنافسة، وللأسف أما بالنسبة لمانشستر سيتي فقد أثبتوا أنهم قادرون على الفوز عدة مرات في الذهاب والإياب، وكان أدائهم قويا للغاية، وقد استطاعوا التأهل للدور ربع النهائي، وأتوقع لهم الفوز كذلك. بيبي غوارديولا مع المان سيتي فقد بطولة الدوري الإنجليزي، واعتقد انه في تركيز كبير من الفرقه في بطوله دوري الابطال. لاي مدى تعتقد ان هم ممكن يوصلوا في مشوار البطوله، خصوصا ان هم الفريق الانجليزي الوحيد المتبقي في المنافسه؟ Yes, well, I mean, they've been my tip to win the competition since very early on this season. Even أعتقد أنهم سيفوزون بهذه المسابقة. فقد كان أداءهم مقنعا للغاية.
ولكن أظن أن مانشستر سيتي قد حصل على العديد من الفرص وأنه أفضل الفرق الأوروبية في هذا الوقت الحالي. وأعتقد أن مانشستر سيتي مقابل ضد بايرن ميونخ قد سيكون أداء قوي, وأن الدور الربع النهائي سيكون مشتعلا للغاية, ونأمل أن يصلون إلى نصف النهائي بل وإلى النهائي أيضا. وأعتقد أنه في دور الربع النهائي وأنه سيكون أفضل من يفوز بأبطال أوروبا. بالنسبة لخروج اليوفي أو اليوفنتوس على إيد أولمبيك ليوني, هل بتعتقد ده كان مفاجأة؟ نعم بالطبع, لقد تفاجأت بذلك رغم أن اليوم قد خسروا في فبراير. إذن عندما لعب كريستيانو رونالدو في الإياب توقعنا أن يفوزوا, لكن الأمر كان مفاجئا. لكن اليوم استمر في فوزه حتى أنه فاز على مارسيليا, ولن يحصل على النقاط الإضافية إلا إذا فازوا بدوري أبطال أوروبا. لقد كان مفاجئا أن يتغلبوا على يوفنتوس ويصلوا إلى دور الربع النهائي. أعتقد أن مانشستر سيتي سينزعج من هذا الأمر. في الموسم الأخير وفي البطولات الأوروبية الأخيرة سيطرت الأندية الإنجليزية على بطولات أوروبا. السنة دي أو السيزن الحالي ما عندناش غير فريق واحد بيشارك. من وجهة نظرك إيه هي أهم أسباب التراجع ده على المستوى الأوروبي؟ إن الموسم هذا العام كان مشوقا للغاية, وكان يتميز بصعوبته. بعد التغييرات العديدة التي حدثت في الدوري الإنجليزي مثل انتقال مورينيو وغيره, مثلا كان هنالك تغييرات في وانتقالات في تشيلسي رغم تأهيله لدوري الأبطال. إن الأمور غير مستقرة في الدوري الإنجليزي, وأعتقد أنه مؤهل أيضا لفوز بدوري أبطال أوروبا. هل تتوقع أنه وأعتقد أنني يمكنني أن أقول أن الفرقتين الموجودين من أقوى الفرق. لقد كان الأمر مفاجئا لي وصدمت الجميع في توقعاتهم. أعتقد أن الأمر مفاجئ عدم وجود جميع هذه الفرق, ولم أتفاجأ رغم ذلك على بخروج تشيلسي من هذه البطولة. وأتمنى أن يكون مانشستر يونايتد موجودا العام المقبل, وكذلك مانشستر سيتي سيكون موجودا بقوة وسيفوز بالمباراة. يهمني استغل وجودك معايا اسالك شويه, وانا عارف ان 442 واحده من اشهر المجلات الانجليزيه المتخصصه في الكره, عن النجوم المصريين في الدوري الانجليزي اللي قدموا مواسم قويه. عندنا محمد صلاح مع ليفربول, تقييمك لمستواه السنه دي مع الريدز خصوصا طبعا بعد فوزهم ببطوله الدوري, تقييمك للاعبنا محمد تريزيجيه, ازاي بتشوف مستواه وازاي محمود تريزيجيه وازاي بتشوف مستواه مع فرقته اللي انضم ليها استون فيلا. أستون فيلا قامت بأداء جيد وقد فازوا بالعديد من المباريات, وتريزيجيه قد ساعدهم بشكل كبير في الحصول على هذه المباريات التي فازوا بها. أما بالنسبة لصلاح فإن العالم بأكمله يعرف مدى
جودة مستوى محمد صلاح وقد أدى موسم قوي للغاية، على الرغم من أنه على المستوى الفردي لم يكن قويا للغاية في هذا الموسم، ولكنه لا يزال رائعا وقد ساهم في نجاح الفريق وفوزه. أعتقد أنه لاعب مهم للغاية، وأظن أنه سيستمر على هذا المستوى لفريقه ولمصر كذلك. مهم أعرف برضو منك أهم الصفقات اللي تم حسمها بالنسبة لفرق البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي. The most important transfers and deals, yes. Yes, well, in terms of transfers, we're obviously waiting to see what happens with Jadon Sancho. That would be the big transfer. أعتقد أننا بانتظار جميع الانتقالات التي تستحدث في البريمير ليج. وكان أكبرهم الانتقال من بروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد. أعتقد أن هذا هو أهم انتقال في هذا الوقت الحالي. جيدون سانشو. جيمين سانشو. وكذلك انتقال تيمو وزياش إلى تشيلسي. وأعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة إلى تشيلسي. وأود أن أرى مدى جودة أدائه وتأثيره في اللعب مع تشيلسي. كريس فلانيجن صحفي ب 442 بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معنا في السادسة، ودي كانت يعني راب اب كده سريع لماتشات دور ال 16، واعتقد انه جولة الثمانية هتكون جولة ساخنة، خصوصا انا متوقع طبعا مع وجود بي اس جي، وانا كنت اتكلمت مع حضراتكم لما جينا اتكلمنا على دوري الابطال بي اس جي ومان سيتي اللي مقدمين مش بس السنه دي الحقيقه، حتى على مدار البطولات او النسخ اللي سابقه من تشامبيونز ليج مستويات اكتر من رائعه. عندنا البايرن فايق جدا السنه دي وعامل عروض قويه جدا، والفرقه الحقيقه كاسكواد متكامله بشكل كبير جدا. عندنا البارسا اللي خرج خالي الوفاض من يعني خسر الدوري الاسباني مع الريال لصالح ريال مدريد، وبالتالي ما عندوش حاجه يصالح بيها جماهيره غير ان هو يحصل على تشامبيونز ليج. فاعتقد بين الرباعي دول البطوله مش هتروح لبعيد. نتكلم شويه، طب نروح نشوف الانفوجراف فيما يتعلق بقى بحجم الانفاق على الصفقات الانديه. انفوجراف كده يوضح لحضراتكم الاسعار رايحه لفين. كنا بنتكلم على اهم الصفقات اللي تم حسمها في الدوري الانجليزي والعالم كله، كل ترانسفير ماركت في الميركاتو، وطبعا الصيفي اللي اتاجل شويتين اثر بشكل كبير جدا على حجم انفاق الانديه وعلى اسعار الصفقات السيزون ده. نشوف الانفوجراف ونرجع لحضراتكم على طول. احنا طبعا شايفين ارقام بالمليارات، يعني لو بصينا على اسبانيا بس الثلاثة الكبار اتلتيكو والبارسا والريال، احنا بنتكلم على اكتر من 3.5 مليار دولار، ودي ميزانية دولة في حد ذاتها. لكن الحقيقة مش بالانفاق وحده، يعني مش بالضرورة انك انت تصرف فلوس كتير جدا. عندنا نموذج في ده مثلا في الدوري الالماني، يعني بايرن ميونخ لما نيجي نبص
كان في تحقيق لطيف جدا بيتكلم على فكرة الأندية اللي بتنفق مليارات الدولارات أو اليوروز على الصفقات الانتقالات الخاصة بأنديتها ومقارنتها بفريق مثلا زي البايرن ميونخ، فكرة الافيشنسي أو فعالية الصفقات دي وحجم الإنفاق اللي بيلتزم به النادي. لما يجي نبص على حجم إنفاق مثلا فريق زي بايرن ميونخ، هو فريق من الفرق الثقيلة جدا في أوروبا وبيحقق الحقيقة بطولات في الدوري الألماني وبيوصل لمراكز متقدمة في البطولات الأوروبية، ونقارنه بحجم إنفاق فريق زي ريال مدريد أو زي مانشستر يونايتد أو زي مانشستر سيتي أو زي البارسا، بنتكلم على فارق رهيب. هنا بقى دي المدرسة اللي بنتكلم عليها، دي المدرسة اللي عندها القدرة انها تختار افضل العناصر اللي تتناسب وتتناغم مع اسلوب لعب الفريق. وفي فرق الحقيقة مثلا زي الارسنال في انجلترا، فريق الحقيقة طول عمره بيضم صفقات ممتازة جدا ومتميزة جدا داخل مستطيل اخضر بمبالغ معقولة جدا، وبيقدر ان هو يبيع الصفقات دي بعد كده وبيكسب فيها فلوس كتير جدا، على الرغم من انه من ساعة الجيل الذهبي للارسنال باتريك فييرا بيريس تيري هنري ما سابوا الفريق والبطولات بعدت عن أرسنال بشكل كبير جدا، لكن قدر يتوج بكأس إنجلترا السنة دي وشكله راجع. بنتكلم على صفقة برضو من الصفقات المهمة جدا في إنجلترا، ويليام البرازيلي اللي انتقل خلاص من تشيلسي للأرسنال. خليني بقى سريعا وعشان ما اخدش من وقت ضيفنا النهارده كتير والحلقه، اتكلم على ماتش امبارح واهم الدروس المستفاده. انا يمكن اتكلمت على مروان كراس حربه في النادي الاهلي، ومروان خلينا بقى متفقين هو راس الحربه الاول من وجهه نظر ريني فايلر، دي مش وجهه نظري حتى اللحظه في النادي الاهلي، وهو ايضا راس الحربه رقم واحد في مصر. انا مش المقصود ان انا اهاجم كابتن مروان على الاطلاق، بالعكس الكلام اللي بقوله ده ممكن يكون في مصلحة كابتن مروان محسن، لأن الحقيقة مهاجم عنده إمكانيات كبيرة جدا. اللي بقصده هو فكرة الفعالية، في حاجات معينة على كابتن مروان إن هو يجاوب عنها، لأنه أعتقد لو قدر يلاقي المساحة دي ويجاوب على علامات الاستفهام دي مروان نفسه يبقى في حتة تانية خالص مع الأهلي ومع المنتخب. بادجي لغاية النهاردة بتهيألي إنه كل أو أغلب الجماهير متفقة عنه ما قدمش أوراق اعتماده للجمهور وللنادي، على الرغم انه شكلا كده يعني تحس ان هو راس حربه متميز، لكن اداءا في الملعب بيتهيالي لسه ما شفناش منه حاجه. اجاييه مش هظلمه لانه هو مش مركزه، ما اقدرش اقول انه اجاييه يلعب مركز تسعه او رقم تسعه بشكل 100%، وبالتالي الحكم عليه مش هيكون منصف على الاطلاق، لكن دي يمكن تكون الشغل الشاغل لكل جماهير النادي الاهلي، خصوصا ان احنا مقبلين على ماتشات مهمة جدا، بطولة افريقيا نمرة 9 دي مهمة جدا بالنسبة لجمهور النادي الاهلي. امبارح لما اتكلمت مع حضراتكم الاجوان سواء الاسيست اللي عمله ايمن اشرف او الكرة اللي جابها محمد هاني عالمي، جون عالمي بكل المقاييس، بنتكلم على باكين، الكرة بتاعت علي معلول باك، فين هجوم الاهلي؟ يعني عندنا نجوم كتير جدا وبنحبهم جدا وعايزينهم احسن ناس في الدنيا، لكن بص الارقام الاهداف او الهدافين بتوع النادي الاهلي النهارده هتلاقي كلهم خط نص وباكات. يعني ممكن يكون كابتن حسين الشحات دخل تهالي بخمس اجوال في المركز الثاني بعد وليد سليمان، لكن تبقى الجزئيه دي مهمه جدا ونتمنى انه، وطبعا كابتن ريني فايلر شغال عليها وعلامه الاستفهام دي موجوده في دماغه وهيشتغل عليها طول الفتره اللي جايه. حمدي فتحي امبارح الحقيقه بيقول انه حجم الثقه اللي بيتمتع بيها اللعيب ده عند ريني فايلر كبير جدا، انه يرجعه في ماتش بعد اصابه وابتعاد زي ماتش امبي، وانه الولد ينزل ويكون ليه بصمه. خدوا بال حضراتكم في تغييرات بتحصل ما بنحسش بيها احنا كجمهور، يعني ممكن نحس بتغيير نزل الملعب ما حسيتش انه حصل فرق في الملعب، لكن امبارح الولد نزل الحقيقه قدر انه يعمل شغل بشكل كبير جدا. على كل الاحوال هنتابع الماتشات اللي جايه وهنقف، ومهم جدا زي ما بنقول ان احنا كويسين في الحاجات دي، مهم جدا ناخد بالنا من النقط التانيه اللي ممكن تكون محتاجه تزيد شويه عندنا، وكله في النهايه في حب الكيان. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانيه في السادسه. دائما ما تميز الاهلي بخط دفاعه القوي على مدار العقود الماضيه، ولطالما امتلك نادي القرن الإفريقي لاعبين من الطراز الفريد في مراكز خط الدفاع المتعددة، الظهير الأيمن، الظهير الأيسر، وقلب الدفاع. الظهير الأيمن في النادي الأهلي مركز مر عليه العديد من اللاعبين المميزين خلال السنوات الطويلة، بداية من الألفية الجديدة، أمثال ياسر رضوان وإبراهيم حسن وإسلام الشاطر،
مرورا بأحمد فتحي وأحمد عادل لاعب الأهلي الذي رفض أموال الزمالك من أجل الأهلي، وكان أحد النجوم الذين مروا على المركز الأيمن للأهلي حيث خاض العديد من المباريات مع النادي الأهلي خلال فترة البرتغالي مانويل جوزي والتي كانت تمثل الجيل الذهبي للنادي في الألفية الجديدة. بدأ مشواره الكروي مع فريق الأولمبي عام 2005 وحتى عام 2007 قبل أن ينتقل إلى الأهلي موسمي 2007 و2008. انتقل بعدها للاتحاد السكندري ثم الجونة وسموحة ووادي دجلة واتحاد الشرطة وحاليا مع الشرقية. خاض أحمد عادل مع الأهلي 19 مباراة وحقق 4 ألقاب، حيث توج بالدوري المصري مرتين ولقب وحيد لكأس مصر وكأس السوبر المصري ولقب السوبر الإفريقي. أحمد عادل رفض الانتقال للزمالك خلال فترة لعبه مع الأولمبي، حيث حاول الزمالك التعاقد معه عن طريق عمرو الجنيني عضو مجلس الإدارة وقتها، وعرض عليه مقابلا ماديا كبيرا من أجل الانضمام للقلعة البيضاء. عقد عادل في الأولمبي كان يقدر ب18,000 جنيه، ورفض 800,000 جنيه من الزمالك لرغبته في التواجد داخل صفوف القلعة الحمراء. وانتقل للأهلي بعد مكالمة محمود الخطيب عضو مجلس الإدارة في هذا التوقيت. انتقل أحمد عادل للقلعة الحمراء في وجود لاعبين كبار مثل إسلام الشاطر ومحمد عبد الله، ورغم ذلك نجح في الحصول على فرصة المشاركة في مباريات كبيرة تحت قيادة مانويل جوزي بسبب اجتهاده في التدريبات، وقدم أداء مميزا في المباريات التي تواجد فيها وحصل على إشادة المدرب البرتغالي. برحب بحضراتكم من جديد، وزي ما شفنا في التقرير ضيفي النهاردة لاعب من اللعيبة المميزة المخلصة اللي ضحى بفلوس كتير قوي من المنافسين بس عشان يكون في بيته في النادي الأهلي، وقالها صراحة الأهلي وكفى. طبعا تألق وحقق بطولات كتير، تألق مع جوزي حقق بطولات كتير وكان من جيل الذهبي للنادي الأهلي. برحب بحضرتك يا كابتن أحمد. أهلا بيكي، وسعيد أنا موجود معاك النهاردة في أكبر شاشة في الوطن العربي وفي أفريقيا، ومبروك على القناة. الله يبارك، ودايما موفقين كده وتدافعوا أكتر وأكتر عن النادي الأهلي وعن كيان النادي الأهلي. شرف لينا يا كابتن. طب مبدئيا كده الاستوديو لا ما شاء الله حاجة تشرف، حاجة تليق باسم وشكل كيان النادي الأهلي. زي ما قلت حضرتك اعظم نادي في افريقيا وفي الوطن العربي. طبعا طبيعي ان احنا نشوف الواجهه المشرفه للقناه بيكوا طبعا، وبالديكور وبالمسؤولين بالاستاذ ابي الخطيب بكل الاستاف اللي شغالين. بشكركم طبعا على التقرير. الحمد لله داخل النادي الاهلي شفت خير كتير، ويمكن اتمنى ان اشوفه خير ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله نبدا بقى من البدايه كابتن، نرجع فلاش باك كتير كده. امتى بدأت كده مشوارك مع الكورة؟ ازاي عرفت ان انت حد بيلعب كورة كويس قوي؟ مفيش، يمكن كان بدايتي انا في النادي الاولمبي في اسكندرية. هو مشوار طويل هقول لحضرتك باختصار. بدأت في النادي الاولمبي من سن 8 سنين اختبارات في النادي الاولمبي، وبعد كده رحت النادي الاهلي اختبارات للنادي الاهلي مع تحت قيادة كابتن ميمي الشربيني. ممكن كان في برضو شخص ليه فضل عليا كبير جدا اسمه كابتن ابراهيم علي في اسكندرية، هو اللي خدني وداني الاختبارات في النادي الاهلي. يمكن الحمد لله قعدت حوالي 3 شهور بختبر في النادي الاهلي كاختبارات، لان كان عارف حضرتك اختبارات النادي الاهلي بيبقى فيه الاف اللاعبين. يمكن الحمد لله قدرنا ان احنا نصفي على ان انا استقرينا على ال 40 لاعب اللي هم فرقتي. كنا 11 سنه، بدات في النادي الاهلي 11 سنه سن 11 سنه مع كابتن ضياء السيد، والسنه اللي بعدها برضو 12 سنه مع كابتن ضياء السيد، والسنه اللي بعدها كانت 13 سنة مع الكابتن علاء ميهوب. وبعد كده لظروف طبعا الدراسة والدي الله يرحمه والدتي أصروا أن أنا أرجع اسكندرية تاني، فرجعت على النادي الأولمبي اللي هو طبعا بيتي برضو. بدأت 14 سنة خدت هداف الدوري، و15 سنة برضو خدت هداف الدوري، لأن أنا كان مركزي ما كنتش بلعب باك رايت، كنت بلعب في التلت الأمامي كطرف ملعب أو فيرويد عشان في حتة السرعة وكده. الحمد لله ربنا كرمني، وفي 16 سنه لعبت درجه اولى. يعني اللي ساعدني الدرجه الاولى كان الكابتن بوري الله يرحمه عفوا. وبعد كده 17 سنه كان الكابتن مصطفى شتا هو اللي ماسك الدرجه الاولى وصعدني، وقعدت ان انا العب بصفه مستمره بقى في الدرجه الاولى. لعبت طبعا، انا مواليد 84، لعبت السن بتاعي وسن 83 والسن بتاع 81 ومع الدرجه الاولى.
الحمد لله ده اداني خبرات كبيره جدا وشفت حاجات برضو خير داخل النادي الاولمبي اللي هو بيتي طبعا التاني. وبعد كده جاي لحد ما جالي عرض النادي الاهلي، كان هو ده بقى نقطه التحول بالنسبه لي. العرض ده يا كابتن كان وقتها في عرض من الزمالك؟ كان في عرض من نادي الزمالك طبعا مع استاذ عمرو الجنايني، كان ماسك مدير التسويق وكان عضو مجلس اداره ساعتها، كان ماسك التسويق في نادي الزمالك. يمكن الحمد لله من اسره اهلاويه، من بيت اهلاوي وكل اهلي بيشجعوا الاهلي. طب كابتن عرضين ليه اخترت تلعب في النادي الاهلي مع ان وقتها في الناحيه اليمين اعتقد كانت المنافسه قويه جدا؟ كان في اسلام الشاطر، في اسلام الشاطر، في احمد صديق، كان بركات. في بركات، كنا احنا اربعه ولحد ما جالنا احمد فتحي. كان ليه بقى اخترت النادي الاهلي وقتها؟ كان قدامك الاهلي والزمالك، بس عشان الانتماء وان العيله كلها اهلاويه؟ لا لا خالص، احنا ممكن لو هنتطرق للشق ده، الشق الاحترافي بيبقى كفته ارجح، لكن لما بيجي اهلي وزمالك، انا بالنسبه لي كاحمد عادل انا افضل النادي الاهلي، وده اللي حصل معايا فعلا. واللي عايز اكد عليه واللي ممكن يكون غايب عن الناس شويه، انا عشت داخل مجال لعيبه الكوره على مدار 13 سنه في الدوري ممتاز. مش عايز اقول لك لو 90% من لعيبه مصر جالها اهلي وزمالك هيختاروا النادي الاهلي. ده كلام مهم، ده على مسؤوليتي. ويمكن انا علاقتي بلاعيبه كتير جدا زي ما بقول لحضرتك، ومش مبالغ ان 90% من اللعيبه اللي في مصر هو يختار النادي الاهلي لاستقراره ومبادئه واسم النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. وده اللي انا اخترته، مبادئ النادي الاهلي ده اللي انا اخترته الحمد لله. يمكن لما انتقلت للنادي الاهلي قدرت ان انا احقق 5 بطولات على مدار موسمين، فده طبعا انجاز كبير جدا على المستوى الشخصي مع كيان كبير زي النادي الاهلي. فده اللي كانت كفته ارجح بالنسبه لي، وخصوصا ان انا زي ما اتقال في التقرير اتعرض عليا 800,000 جنيه. 800,000 جنيه كنت هاخدهم كاش، يعني سنه كاش. ده وقتها كان وقتها رقم كبير جدا. يمكن انا كان فعلا عقدي في النادي الاولمبي كان 18,000 جنيه. ويمكن انا الحته الماديه ما بركز فيها، انا بركز في انجازات، في طموح، في ان انا اسطر تاريخ لنفسي. يمكن الحمد لله كفه النادي الاهلي دايما بتبقى هي الارجح يعني. طب دلوقتي يا كابتن في لعيبه كتير برضو بتفكر في الفلوس اكتر، ولا يعني شايف انه ده دلوقتي موجود، ولا خلاص فكره الاحتراف بقى مش مشكله، انا كنت في الاهلي اروح الزمالك، كنت في الزمالك اروح الاهلي؟ لا، خلينا واقعيين ان دلوقتي قصه الفلوس ودخول بيراميدز للدوري المصري، انا بشوف ان هو اكتر ما فاد الكره المصريه واضر بالكره المصريه، حته الماديات، حته الفلوس، رنجات العقود عاليه جدا. فان انت كنادي اهلي او انديه كبيره عايز تواكب نفس الشق ده، فهتلاقي اكيد معاناه. يمكن عايز ارجع لحضرتك في نقطه، ان هي الانديه الخاصه بتختلف عن انديه الانديه الكبيره الجماعيه العموميه، فانت محكوم ببادجت او بميزانيه. لكن انت بتتكلم في بيراميدز نادي خاص، فممكن يخلي العود 20 مليون و18 مليون، فهو ما عندوش مشكله يعني، ما حدش ليه عليه سلطان. فلكن حته الوفاء والانتماء والولاء للنادي دي اللي انا باكد عليها، ان هي لازم تبقى موجوده داخل اللعيبه. ما يبقاش ولاءك وانتمائك للماديات بس او الفلوس بس. الفلوس بتروح وتيجي، او انا اللاعب انا اللي بجيب الفلوس مش هي اللي بتجيبني. فدي حاجه مهمه، لازم اللعيبه تسطر تاريخ داخل النادي وتقعد اكبر سنين ممكنه داخل النادي، تحقق انجازات وتحقق بطولات. انا استفدت بشكل كبير جدا، يمكن كان في بدايه حياتي ان انا انتمي للنادي الاهلي، عرفت يعني ايه مسؤوليه، عرفت يعني ايه انتماء، عرفت يعني ايه استقرار، عرفت يعني ايه انجازات، عرفت يعني ايه تاريخ، ان انا سطر تاريخ نفسي اضاف لي بشكل كبير على مدار حياتي في الكوره بعد ما كملت يعني. طب ليه مشيت يا كابتن من النادي الاهلي؟ ما فيش، يمكن انا بالنسبه لي كل شيء نصيب. يمكن كانت اخر فتره ليا داخل النادي الاهلي ما كنتش بشارك بصفه مستمره، يمكن انا كان عندي 23 سنه. فضلت ان انا اطلع مش عايز اطلع بره النادي الاهلي. كان الكلام مع كابتن حسام بدري ان انا اطلع اعاره، لكن انا كنت واخد وجهه نظري شويه ان انا عايز اروح العب، يعني عايز اروح العب واخد راحتي. عشان كده فضلت نادي الاتحاد عن عروض كتير جدا. ودي حاجه برضو لازم اذكرها لجماهير نادي الاتحاد والنادي الاتحاد، وكان موجود ساعتها الحاج محمد مصلحي، عامل استقرار كبير جدا في نادي الاتحاد، وقاعده جماهيريه لنادي الاتحاد ساعدتني بشكل كبير ان انا اقدر اكمل مسيرتي في الكوره يعني. طب ايه الفرق بقى؟ يعني حضرتك كان ليك مشوار بقى بعد كده كبير، الاتحاد السكندري، اتحاد الشرطه برضو، كذا نادي، اتحاد شرطه، جونه، سموحه، وادي دجله،
الشرقية آخر سنة. هنا لازم أسألك الفرق بين الأهلي وأي نادي تاني لعبت فيه؟ بصي خلينا واقعيين، أنا بالنسبة لي إن النادي الأهلي لا يقار، يعني النادي الأهلي كمبادئ كاستقرار كإنجازات كتاريخ حتة، النادي الأهلي في حتة ومع احترامي لأندية مصر كلها طبعاً. كل الأندية في حتة تانية، لكن كل نادي بيقيس على حساب ظروفه على حساب أهدافه على حساب طموحاته، عشان كده لما بنقول النادي الأهلي تصنيفه عالميا ده مش من فراغ، بالاستقرار اللي موجود جوه بالأهداف بعدم التطرق لأي مشاكل تخرجك بره النطاق. يعني أنا بقول دايما إن النادي الأهلي عامل زي القطر، هو ماشي وأي حد عايز يركب ويمشي في نفس السكة هيفضل ماشي فيها، أي حد عايز ينزل براحته، يعني هو ينزل مفيش حاجة بتوقفه ومفيش حاجة بتوقفه ولا حتى بيبص وراه، هو ماشي في اتجاه. عشان كده كان اصلح واحد ان هو يبقى موجود في الكرسي ده كان كابتن الخطيب طبعا، للخبرات الكبيره جدا حتى على مستوى الاداره على مستوى الشغل لما بتبقى مع كابتن صالح سليم او مع كابتن حسن حمدي وبيكمل هو المسيره، ففعلا الراجل المناسب في المكان المناسب لقياده نادي يعني زي ما بقول اكبر نادي في الوطن العربي، فبتمنى له التوفيق طبعا ومجلس الاداره كله طبعا. على ذكر الاسطوره الخطيب، هو اللي كلمك يا كابتن عشان يقول لك انك في النادي الاهلي؟ مكالمه 18 ثانيه تقريبا. 18 ثانيه فعلا هي اللي حسمت الـ الصفقه بتاعتي. لا احكي لنا كده الكواليس كده، ولما رديت عليه يعني احساسك كان ايه؟ هو انا جالي تليفون من حد يعني، فقال لي ان الكابتن الخطيب هيكلمك، فانا ما صدقتش، وانا والدي الله يرحمه اهلاوي جدا وبالنسبه لي، وان الكابتن الخطيب يكلمني في التليفون فدي حاجه كبيره جدا. فعلا لقيت رقم برايفت فلقيت كابتن خطيب، طبعا سعاده ما بعدها سعاده يعني. فقال لي ابو حميد ازيك؟ قلت له تمام يا كابتن الحمد لله. قال لي انت حابب ان انت تبقى موجود داخل النادي الاهلي؟ قلت له اه يا كابتن ده شرف ليا وكده. فقال لي باشمهندس عادل الكويعي هيكلمك يخلص معاك كل حاجه. فده نص المكالمه انا حافظه من ساعتها. فحاجه قيمه كبيره جدا طبعاً. عشان كده بقول ان كابتن الخطيب ان هو يبقى مسؤول عن الكوره او موجود في فريق الكوره او مكالمته حتى في الصفقات بتحسمها بشكل 70 او 80%. فتدخل الكابتن الخطيب وحسم الصفقه، واكيد تدخل الكابتن الخطيب بالقيمه الكبيره ده بيحسم اي صفقه ايا كان اسمها ايا كان ناديها، ده بيفرق كتير جدا اكيد مع النادي الاهلي يعني. طب كنا بنتكلم عن الفرق بين الاهلي واي نادي تاني كقيم وكمبادئ وكاداره وككل حاجه، كجمهور بقى يا كابتن، جمهور اللي بيتفرج علينا ده، الجمهور لما كنت بتلعب وفي جمهور الاهلي في الملعب يعني على الحلوة والمرة معايا دايما في ظهر النادي بتاعه، هو فعلا جمهور عظيم، جمهور على المستوى الشخصي لاحمد عادل اضاف لي بشكل كبير جدا، لما بتشوف جمهور مواقف مواقف لما شفنا في اي تعثر مثلا للفريق بطولة حتى قربت انها تروح، يمكن كان اخرها مباراة سان داونز لما نخسر 5 وتلاقي المساندة الجماهيرية بشكل كبير، هو ده فعلا جماهير النادي الاهلي ان هي بتقف في المر قبل الحلوه مع النادي. بيزعلوا يا كابتن، يعني من حقه يزعل لما النادي بتاعه يخسر ويخسر 5، من حقه يزعل، بس برضه واقف في ظهر فريقه برضه بيدعمه. اكيد ده اللي بيميز جمهور النادي الاهلي. اكيد بيميزه، واللي عايز برضه اوجه لهم حاجه ان انت لازم يكون انتمائك للكيان، انتمائك ما يبقاش انتمائك للعيب بشخص معين او بلعيب بعينه، لكن انتمائك للكيان زي ما انتم معوديننا، ده اللي يفرق معاكم انتوا كجماهير، وده اللي يفرق مع كيان النادي الاهلي، لكن ان انت يبقى ولاك للعيب او انتمائك للعيب مش هو ده الهدف اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي ولا جهاز حتى الفني للنادي، هو الانتماء للكيان كله، فدي اهم حاجه، ودي اللي انا دايما باكد عليها ان الانتماء يبقى للنادي مش للاعب بعينه يعني. كابتن لعبت ماتش برشلونه 2007 المقاويه، لعبت في برشلونه ولعبت بنفيكا، يمكن انا الحمد لله لعب مقاويتين، انا لعب مقاويه الاولمبي 1905 اللي هي 2005 جيل ذهبي يا كابتن، ولعب 2007 قصاد برشلونه، طبعا كانوا لسه واخدين دوري ابطال وكانوا ايه الاحساس فرقة بقى اجي العب مع برشلونه اللي لسه واخد دوري الابطال؟ لا انا برضو ده ليه كواليس ايوه كبيرة. انا عايزه كواليسه لا الماتش ده ليه كواليس، لان انا كنت رابع واحد هلعب، يعني انا كنت رابع واحد هشارك في المباراه، كان موجود اسلام الشاطر وكان موجود احمد صديق وكان موجود بركات، فما اعرفش اتفضت لي يعني، اسلام رجع له الاصابه في قبل الماتش بيومين وبركات كان هيلعب، فبركات برده جاله شد في العضله الخلفيه، ففي المعسكر كان المفروض هيلعبوا صديق،
فانا بقعد مع شادي محمد على طول في الاوضه. فلقيت بركات يعني جالنا المعسكر فقال لي خلي بالكش انت هتلعب كده. قلت له لا انت موجود وصديق موجود فانتوا اللي هتلعبوا يعني. فقال لي لا لا خلي بالكش انت اللي هتلعب. وكنت قاعد مع كابتن حسام بدري فبيقول ان انت اللي هتبدا الماتش يعني. بس الحمد لله يعني ركزت وكان من احسن المباريات اللي انا عملتها في حياتي. يمكن بنتكلم على برشلونه بنتكلم على اعظم فريق في العالم كانوا رونالدينيو ميسي ديكو تشافي انيستا. بدلت التيشيرت مع تشافي بدلت التيشيرت مع تشافي. ايه اللي حصل؟ طبعا كله جري على رونالدينيو كله طبعا. جري على ميسي واول ما احمد السيد طبعا تلاقي جري على رونالدينيو. فانا لقيت تشافي يعني رايح على الاوضه فقلت له يعني عايز التيشيرت بتاعك. فهو ذوقيا منه ما رضيش يديني التيشيرت اللي هو لابسه عشان عرقان فيه يعني. فقال لي طب تعالى معايا لحد الاوضه يعني. فروحت معاه يعني اوضه برشلونه حاسه مختلفه يعني اوضه. وحتى اللي لفت نظري كمان على السبوره كان ريكارد اللي ماسكهم حاطط 10 مربعات بكل مربع يبقى فيه اللاعب والكره هي اللي بتتحرك. وده فعلا اللي انا شفته الشوط الثاني اللي شفناه الشوط الثاني الفرقه الاساسيه لما نزلت بقوا فعلا الكره هي اللي بتشتغل اكتر ما هم بيجروا. فاداني التيشيرت في كيس حتى لسه موجود لحد عندي. أيوة. حاجه من ضمن الحاجات طبعا اللي في التاريخ ان انا ما اقدرش انساها اكيد يعني. لما نزلت الملعب يا كابتن وشفت اللعيبه لعيبه برشلونه كان في رهبه ولا؟ والله انا مش ادانيش لعيبه برشلونه. يمكن انا برضو اقول حاجه برضو الناس ما تعرفهاش اللي شدني الجماهير لما بتتكلمي في استاد القاهره 100,000 متفرج. وحتى اللي لفت نظري ان الناس فوق خالص في بعض المدرج قاعده على السور قاعدين على العواميد الكهرباء. فدي كانت حاجه يمكن انا برضو من ضمن المواقف اللي في الملعب من كتر صوت الجمهور من كتر الجماهيريه الموجوده ان انا محمد شوقي بينادي عليا قاعد شويه ينادي عليا وانا مش سامعه. فدي كانت حاجه برضو كانت حاجه جباره حاجه رهيبه يعني. فدلوقتي اللعيبه في 300 في المدرج و500 في المدرج ومش قادر يستحمل ضغوط. فاتمنى طبعا عوده الجماهير تاني. دي اكيد هتفرق حتى بشكل عام مع الكره المصريه واكيد مع النادي الاهلي في البطولات. اللي اتمنى مسانده الجماهير للفريق في المباراه اللي جايه مباراه مهمه منافسه على دوري الابطال وهي طبعا. البطوله الاهم للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. اتمنى ان احنا نحققها. هنتكلم اكتر كمان يا كابتن عن دوري ابطال افريقيا بس هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع مره ثانيه. برحب بحضراتكم من جديد ولسه منورني في الاستوديو كابتن احمد عادل واحد من افضل من شغل مركز المدافع الايمن في مصر. كابتن عايز اعرف منك خلال تجربتك مع الاهلي مين اكتر اللعيبه اللي وقفت جنبك وسندتك؟ اكيد كان شادي محمد يمكن كان هو من اقرب الناس ليا وكان اللي بيساندني بشكل كبير وكان على طول في ظهري ويمكن لحد دلوقتي احنا اصدقاء مقربين. في طبعا كابتن عماد النحاس كان موجود كان من اقرب الناس ليا برده. كان طبعا غير حسام عاشور شديد اينو احمد صديق دول من اقرب الناس ليا. هاني العجيزي دول كانوا من اقرب الناس ليا يمكن اللي ساندوني بشكل اكبر. كان طبعا الناس قريبه مني كان متعب محمد شوقي يمكن كان على طول عشان كان معايا في الاوضه هو شادي محمد ساندني بشكل كبير واحنا الحمد لله على تواصل لحد دلوقتي في موقف كده معين تفتكره له؟ لا شادي كنت افتكره في المواقف اللي كان على طول مستر مانويل جوزيه بيدوس علينا فيها كلاعب. يمكن دي حاجات برضو هو بيحط عليك ضغوط بيحط عليك ستريس عشان تتحمل الضغوط في المباريات الكبيره. دي كانت من الاساليب بتاعت مستر مانويل. هو كان شادي على طول معايا بيحاول ان هو ايه يخفف عليا الضغوط دي. يمكن الحمد لله على مدار الفتره انا قعدتها ساندني بشكل كبير شادي. يمكن زي ما قلت لحضرتك على تواصل لحد دلوقتي والحمد لله احنا اكتر من اصحاب يعني مع بعض اكيد. ايه اثر فيك ازاي كابتن مانويل جوزيه؟ أثر في شخصيتي خلاني أتحمل مسؤولية خلاني أن أنا تحت أي ضغوط أن أنا أعرف أتصرف ما أخرج بره الضغوط دي إزاي. هو كان ليه أساليب كده مع هو أسطورة تدريبية طبعا داخل مصر وحقق إنجازات طبعا كبيرة جدا مع النادي الأهلي. ليه أساليب كتير جدا أن أنت تسيطر على 25 نجم وخصوصا في النادي الأهلي. دي حاجة مش سهلة أن أنت أي حد بيتحط في التشكيل ما تحسش ان في اختلاف. زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه كنا اربعه ناحيه اليمين انا واسلام الشاطر وصديق وكان سعاد بركات وجانا احمد فتحي بقينا خمسه.
فان انت بتشيل فتحي مثلا تحط ديفندر عشان تلعب احمد عادل او تلعب اسلام، وان انت تهيئ اللعيب اللي بيقعد بره او اللي بيطلع في من السكور تهيئه ان هو في مباراه مثلا بعد كده ان هو يبقى موجود ويؤدي بالثبات، اكيد حاجات استفدتها من مستر مانويل كبيره جدا. يمكن من المواقف برضو اللي كانت مع مستر مانويل ان انا لما بغيب 7 مباريات، يعني افتكر ان انا غبت 7 مباريات كنت بطلع بره السكور، وان انا ارجع العب مباراه اهلي وزمالك، المباراه دي احنا كسبناها 2-0 جول احمد فتحي وجول عماد متعب، 7 مباريات بره خالص، ان انا ارجع العب هو هيئني بشكل جيد، مسانده حتى اللعيبه ان هي تشيلني في مباراه زي دي، يمكن ده اداني دافع واداني طموح وهدف ان انا اادي بشكل كويس وبشكل جيد. يمكن هو طلع بعد كده في المؤتمر الصحفي شكر فيا، وبعد مباراه برشلونه طلع شكر فيا في المباراه. يمكن دي من الحاجات بتاعت مستر مانويل اللي بيقدر يتعامل بيها مع 25 بيديك دفعه معنويه كبيره يا كابتن. دفعه معنويه ليا بتفرق طبعا طبعا لما المدير الفني بقيمه مستر مانويل ان هو بيديك تعليمات في محاضره او بيحس بيديك مسؤوليه او ان انت تبقى موجود داخل ال11 او في ال14 في الثلاثه التغيير او حتى في السكور داخل النادي الاهلي، دي مسؤوليه كبيره جدا. الحمد لله كنا قدها الفتره دي، ويمكن الحمد لله حققنا انجازات كبيره الحمد لله. طب كنا بنتكلم قبل الفاصل على المواقف الكوميديه وائل جمعه. لا مواقف وائل جمعه يعني الصخره بتاعتنا طبعا، وائل جمعه واعظم مدافع في افريقيا. يمكن ليه مواقف يمكن الناس ما تعرفوش ان كابتن وائل جمعه دمه خفيف جدا. ما هو ما يبانش بقى يا كابتن، يعني طبعا كل تحيه لكابتن وائل جمعه، بس تحسه جد قوي كده في الملعب، فمش متخيل. لا جد قوي، احنا متعودين عليه على كده في الملعب. يمكن اللي لفت انتباهي اكتر يوم مباراه برشلونه، يعني واحنا في المحاضره، فمش عايز اقول لحضرتك ان انا خدت ربع ساعه من المحاضره على ان انا هلعب على رونالدينيو، ورونالدينيو هيلعب عليا، كان احسن لاعب في العالم الفتره دي، ولسه واخدين دوري ابطال واخدين دوري اسباني. ايه الرعب ده؟ هلعب على رونالدينيو. فمستر مانويل عمال يقول لي رونالدينيو خلي بالك لو اداك كوبري عادي، لو شمسك خد الكوره مفيك عادي، لو رقصك ووقعت عادي. فانا قلت في جوه نفسي كل ده عادي، ايه اللي مش عادي؟ انا نازل عامل فانا مضغوط. واحنا نازلين فالمفروض رونالدينيو بيلعب ناحيتي وايتو بيلعب الناحيه الثانيه ميسي. فلقيت كابتن وائل جمعه قال لي بص انا همسك رونالدينيو. فقلت له لا ازاي، انا اللي هلعب ناحيته، فهو في المكان بتاعي انا. قال لي لا اغسبني انا معاه عشان الماتش ده فيه صور كتير، فخليني معاه. هو مهم الصور. وقتها ما كانش فيه سوشيال ميديا قوي يا كابتن. لا خالص. ما كانش فيه خالص، ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا اي حاجه. بس عندي صور الحمد لله محتفظ بيها لحد دلوقتي. زي ما قلت لحضرتك بلعب ببرشلونه 2007 وبنفيكا برضو في المقاويه، فدي انجازات الحمد لله في تاريخ التاريخي. على ذكر الصور يا كابتن والسوشيال ميديا، شايف ان هي دلوقتي السوشيال ميديا ممكن تكون بتاثر على اللعيبه بشكل ايجابي ولا سلبي؟ يعني هي ممكن تكون بتنجم لاعب قوي، بتفرق معاه في ده، بس في نفس الوقت برضو ممكن يكون ضغط شويه. هي للاسف بتنجم اللعيبه وهو ما عملش حاجه، يعني طبعًا. هي دي بتاثر عليه بـ 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 بمردود سلبي. ان انا مثلا عندي كام فولورز على الانستجرام، عندي على الفيسبوك كام فولورز، لكن انت مردودك انت في الملعب ايه؟ اضافتك للفريق ايه؟ اضافتك ان انت داخل النادي الاهلي او اللعيب بشكل عام داخل النادي الاهلي، انت بتقاس مش بادائك بس، انت بتقاس بكيفيه دفاعك عن الفريق، مسؤوليتك تجاه الفريق، لعبت كام مباراه، جبت كام جول، اثرت مع عامل مؤثر مع الفريق، بتضيف للفريق. يمكن كنت بتكلم مع متعب من قريب، انت دلوقتي لما بتقعد 4-5 سنين، عماد متعب عشان قعد حوالي 10 سنين هو الفيرود الاول في مصر، هو الاهداف، فالكيرف المستوى بيبقى عالي دايما، ممكن ينزل شويه او يثبت شويه بعد كده بيعلى تاني. لكن دلوقتي لما بنشوف على السوشيال ميديا، انا بشوف ان لعيبه كتير نجوم على السوشيال ميديا وهم ما حققش حاجه للنادي او ما عملش حاجه للنادي او ما يستاهلش. لكن هو في الاول وفي الاخر هي اداه او وسيله، اكيد هتاثر عليه هو بالسلب، ان هو هيحس بنفسه هو اصلا ما عملش حاجه. طب ممكن يكون في العكس، شايف ان في لعيبه مظلومه من السوشيال ميديا بس هي بتدي كويس في الملعب؟ والله السوشيال ميديا دلوقتي مجالها مفتوح قوي، مجالها مفتوح قوي ومفتوح جدا، لكن اللعيب اللي هيتطرق للموضوع ده هيتشتت اهدافه.
هتشتت طموحاته، هتشتت حتى تركيزه، ان هو يركز في السوشيال ميديا وهينسى اهدافه اللي حققها مع الفريق، الانجازات اللي بيحققها. لكن دلوقتي زي ما قلت لحضرتك مجال السوشيال ميديا مفتوح، اللي هيركز معاه مش هيحقق حاجه. فحقق وخلي السوشيال ميديا هي اللي تتكلم عنك، ما تبقاش انت الوسيله اللي تتكلم عن نفسك طبعاً. او تعرض لنفسك، لكن هي اللي تتكلم عنك بانجازاتك، بتحقيق اهدافك مع الفريق، باسعاد جماهيرك. هو ده اللي بيبقى وهو ده اللي بيتسجل في التاريخ اكيد يعني. طب شايف لو كنت بتلعب وقت السوشيال ميديا ده دلوقتي، وشايف كان هيفرق معاك في حاجه؟ لا خالص، انا يمكن الحمد لله انا حياتي عامه محدوده يعني. انا بحب احط اهداف لنفسي وطموحات لنفسي. يمكن واجهت صعوبات كتير جدا، اكيد ما كنتش هتطرق للسوشيال ميديا بالشكل اللي انا بشوفه دلوقتي. هي كانت هتبقى وسيله بس ان انا مثلا ممكن اعرض صوره معينه، انزل صوره، لكن مش هنشغل بيها، مش هنشغل مين بيكتب كومنت ومين ما بيكتبش، مين بيبعت لي او ما بيبعتش. انا مركز في شغلي ومركز في اهدافي ومركز في طموحاتي. وخصوصا لما بتبقى داخل نادي الاهلي فهي مسؤوليه عليك كبيره جدا، مسؤوليه تجاه جماهيرك، مسؤوليه تجاه ان انت بتحقق بطولات للنادي، تحقق انجازات للنادي. هي دي اهدافك. مهم جدا ان لاعب الكوره يبقى قافل على نفسه، قافل على نفسه من الحياه العامه اللي بره. دي اللي هتفرق معاك، هتفرق مع اسمك، هتفرق مع حتى شكلك قدام الجماهير. طول ما انت قافل على نفسك ومركز في اهداف النادي قبل اهدافك الشخصيه، اكيد هتحقق حاجه للنادي وهتحقق حاجه لنفسك اكيد يعني. اكيد طبعا يا كابتن. طب بتشوف ازاي يا كابتن اللي بيستغلوا السوشيال ميديا بس في مهاجمه النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي؟ ما هو ده وضع طبيعي، وضع طبيعي. النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك اعظم نادي في افريقيا وفي الوطن العربي، طبيعي ان يبقى ليه اخصام. ممكن هو بيهاجمه لان هو مش زيه او عايز يهد فيه، مش عارف يطلع له، مش هو النادي الاهلي في مكانه معينه او في حته معينه هو مش قادر يوصل له، فاكيد هيهاجمه عن طريق الاعلام، اكيد هيهاجمه عن طريق السوشيال ميديا. لكن زي ما قلت لحضرتك في خلال الحوار ان مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي قافلين على نفسهم بشكل جيد، مركزين في اهدافهم. ده حقيقي، وده بيبقى واضح جدا ان لما اي حد بيهاجم مجلس اداره النادي الاهلي او بيهاجم كابتن محمود الخطيب بصفه شخصيه، كابتن الخطيب ما بيطلعش يرد، ما بيردش، هو بيرد بشغله، بيرد اعلى واكبر بكتير من طبعا يرد. ان انت تطلع ترد انت هتنزل للمستوى ده بالزبط. فما ينفعش خالص، ومش ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي ولا حتى مجالس ادارته على مر العصور. صح. ولا حتى لعبته ولا حتى الجهاز الفني. انا عشت داخل النادي الاهلي، الجهاز بيبقى جهاز، والمدير كوره مدير كوره، مجلس اداره مجلس اداره، اللعيب لعيب، كل واحد ليه دوره بيأديه على اكمل وجه. عشان كده بنشوف النجاحات دي داخل النادي الاهلي. ايه اغلى بطوله حققتها يا كابتن مع النادي الاهلي؟ اغلى بطوله كان السوبر افريقي. حققت اتنين دوري عام. بس انا بشوف ان طبيعي النادي الاهلي حقق دوري، طبيعي ان النادي الاهلي حقق كاس مصر، ده وضع طبيعي. لكن البطولة الأهم هي دوري أبطال أفريقيا طبعا. دي يمكن أنا ما حالفنيش الحظ فيها في 2007. كان طبعا ليها أسبابها. مباراة النجم الساحلي، العرجون كان الحكم، وقال لنا ضربتين جزاء ما حسبهمش، وما خسرناش البطولة فير يعني. ما كانتش حاجة يعني. أنا بقى بشوف إنها فعل مش اللي إحنا كنا نستاهله في المباراة. حتى في المباراة الأولانية هناك كان بركات لي ضربة جزاء وخد الانذار الثاني وما لعبش حتى ماتش الفاينل. فكانت ظروف خارجه عن ارادتنا احنا كجهاز وكلعيبه. زي ما بقول لحضرتك طبيعي ان النادي الاهلي ياخد دوري، طبيعي ان النادي الاهلي ياخد كاس مصر، طبيعي ان النادي الاهلي ياخد سوبر مصري. لكن البطوله الاهم بالنسبه لي كانت سوبر افريقي. مباراه سوبر افريقي كانت مع النجم الساحلي في اثيوبيا. لكن الحمد لله حققناها، لعبنا اكسترا تايم وبعد كده لعبنا ضربات جزاء، ويمكن دي من اغلى البطولات اللي انا حققتها في الخمس بطولات. طب شايف يا كابتن، يعني لازم قبل ما اختم اروح معاك للفريق الحالي تحت قياده فايلر. ماتش امبارح قدام انبي يعني عملنا مستوى كويس، مستوى جيد طبعا، بقالنا اربع شهور تقريبا ما بنلعبش. شايف ازاي الايجابيات اللي ممكن نكون طلعنا بيها من ماتش امبارح؟ اكيد في مكاسب كبيره في مباراه امبارح. يمكن عايز اتكلم على مستر فايلر، ان هو عمل شخصيه لفريق النادي الاهلي، رجع شخصيه البطل للفريق، عامل حاله داخل الفريق. ان انت امبارح برضو ان انت من مكاسب المباراه رجوع حمدي فتحي طبعا، ان هو يبقى موجود، محمود وحيد هيبقى اضافه كبيره قوي، محمود وحيد ان هو بيشارك برضو، دي حاجه برضو اضافه للفريق. من ضمن الايجابيات برضو ان هاني بيحرز هدف طبعا، فدي اكبر دليل ان الراجل مدي حتى اطراف الملعب او المفاتيح اللعب اللي عنده مديها حريه.
فدي برضو حاجة من ضمن الإيجابيات. من مميزات الراجل اللي أنا أعرفه عنه إن هو ما بيبصش وراه، هو بيعالج السلبيات، يعني بياخد الإيجابيات ويحطها جنب وبيعالج السلبيات. ومهما لعبت برضو اللي عايز أكد عليه إن الأداء ممكن ما يكونش في مناسب للنادي الأهلي، لكن الأهم في الفترة دي إن أنت بتحقق الثلاثة بونت. الثلاثة بونت بيديك أريحية، بيديك ثقة كبيرة جدا، دفعة معنوية. والحلو في فايلر إنه برضو بيقولك ما تسألنيش عن اللي غايب، اسألني عن اللي في إيدي، يعني اللي في الملعب، أنا هعمل إيه، المعطيات اللي عندي. راجل عملي جدا. دي ميزة مميزاته إنه هو برضو بيعتمد على 25 لعيب. في أي مدير فني تاني بيعتمد على 14 أو 18، لكن ده عايز يعتمد على الناس كلها. بيطبق أسلوب لعبه، وده يبقى سهل على أي لعيب. ان هو لما بيطبق اسلوب لعبه هتلاقي لو شال مثلا ايمن اشرف وحط محمود متولي هتحس ان مفيش فرق. رجع سعد سمير بالسلامه ان شاء الله مش هتحس ان في فرق. ففي سريعا كده يا كابتن، الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا؟ اتمنى ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله. ده اللي انا اتمناه. هي اكيد صعبه، لكن مش صعب على فريق النادي الاهلي، ومش صعب على اسم وتاريخ النادي الاهلي. ومع مستر فايلر هيبقى انجاز كبير ان شاء الله، يضاف للتاريخ ولدولاب النادي الاهلي ان شاء الله. نورتني كابتن احمد، انا سعيد ان انا كنت موجود معاك النهارده، ومبروك على القناه تاني مره، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. وشكرا جدا لحضرتك، وشكرا لحضراتكم، واستنونا في حلقه جديده بكره من برنامج السادسه، والاهلاوي مش هيسيبنا.